السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض برنامج سايب فاير ديزاين. هو مهتم بتصميم الحريق بشكل قوي، بيديني أدوات للتشيك على الديزاين بتاعي. يعني على سبيل المثال عايزين نشوف الممرات بتاعة الهروب، فلو احنا قلنا ان اللينس بتاعه هيبقى متر والويتس بتاعه هيبقى متر، وطبعا ممكن تعمل لوك بحيث ان هي دي هتبقى مفيهاش تعديل لو في اي اقتراحات او في تعديل على التصميم. عدد الاشخاص وليكن مثلا 3، لو احنا كترنا عدد الاشخاص ممكن نخلي الويتس هو اللي يتغير، وده الكونسلت تشيك. طيب اقول له اكسبت واقول له ان انا عندي مثلا ممر الهروب من هنا لهنا لهنا، ورايت كليك، وممكن نقول له برضو ان في الكيتشن هيبدأ يهرب برضو هنا. ماشي اهو، ورايت كليك، ومن هنا ممكن برضو نكمل المسار في الديلينج روم ونخلي مثلا بالشكل ده، ورايت كليك. كده احنا رسمنا المسار بتاعنا، وممكن نعمل التشيك كونسلت تشيك وهكذا. كل حاجة في البرنامج تقدر تعمل عليها تشيك بحيث تتأكد انها مطابقة للمواصفات. نقدر نحط مثلا طفات الحريق. خلينا نيجي هنا واقول له ان احنا عايزين نعمل سيكشن زي ما انت شايف المسار اهوت موجود، بحيث ان انت تقدر تشوفه في ال 3D بالشكل دوت، او تقدر تظهر ال 3D من هنا، وتقدر ان انت تقول له ان انت عايز تشوف المبنى بالشكل دوت بشكل اكبر. طيب خلينا نحط بقى طفاية حريق مثلا هنا، فهو بيقول لك التايب بتاعتها والهاي بتاعها، يعني اول ما تحطها تبقى على ارتفاع كام. مثلا في عايز تحط طفاية حريق مثلا هنا مثلا اهيت، عايز تحط مثلا الارم بوتوم، فبيقول لك ارتفاع بتاعها اكسبت، ومثلا هيبقى الزرار بتاعه مثلا هنحطه هنا. بالشكل دوت. عايز تحط ايه تاني؟ الارم سيستم، في انواع كتيرة تبدأ تختار النوع اللي انت عايزه. بالشكل دوت. عايز تحط مثلا فار وستريل، مثلا هنحطه هنا. طبعا اي حاجة انت بتحطها بتبدأ تظهر معاك في المبنى بتاعنا هنا. ستاند بايب، وده فار هيدرانت، واي حاجة في الاعداد جنرال اوبشن. بتلاقي بقى عندك هنا الاعدادات للبيلدينج، ممكن تحدد بعض الحاجات مينيمم اكسس رود وهكذا. هتلاقي هنا حاجات في الديزاين اوبشن، وهنا بتحدد بقى تشغل باني كود اللي هو البروجكت اهوت الزونز، فممكن تحدد اني زونز الافكتس. ممكن تعمل التشيك، هتعمل تشيك مثلا على الزون، فالقواعد ان القواعد اللي هتستخدمها. هتعمل تشيك على الاندور وعلى السيف زون. طبعا احنا عندنا هنا الزون، ممكن مثلا تلغي زون معينة. تمام، عشان تلغيها لازم يكون نلغي السبيس، وهنا بيقول ان في سبيس مرتبطة بيها. طيب خلينا نعمل زون جديدة هنسميها مثلا واي، ودي المواصفات بتاعت الزون ديت: سيرفيس اريا، الفوليوم، الايفيكيشن هاي، كل الحاجات ديت. وتقدر تعمل تشيك عليها اكسبت اكسبت. طيب بعد كده اقول ان انا عايز اعمل اساين تو سبيس ديت، اقول له اكسبت، واقول له مثلا السبيس ديت. وممكن حتى تعمل سيلكت على اكتر من سبيس، ورايت كليك،
هتلاقي انها خلاص اتعلم عليها. اوكي، وتقدر تحط هنا مثلا اكزيت، مثلا لو في خروج هتحط لهم هنا علامة بتاعت الاكزيت في المخطط بتاعك.